صباح الخير لجميع متابعينا في المملكة العربية السعودية، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية التي نستعرض فيها تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة خلال نهار اليوم. نبدأ نشرتنا بتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال ساعات النهار. تسود أجواء حارة بشكل عام، 44 درجة مئوية كحرارة مقاسة، أما المحسوسة 40 درجة مئوية، الرطوبة حوالي 60% والرياح تكون نشطة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة لنهار اليوم، نبدأ بالمنطقة الشمالية، تبوك 38 إلى 23، عرعر 40 إلى 25، وسكاكة 40 إلى 27 درجة مئوية. نذهب الآن غربا نحو المدينة المنورة، 45 إلى 32، جدة تفرق لبعض الغيوم 34 إلى 29، مكة المكرمة 42 إلى 28، والطائف 35 إلى 24 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الجنوبية الغربية، زخات رعدية من الأمطار في أبها مع 32 إلى 21، الباحة 32 إلى 19، وجازان 38 إلى 31 درجة مئوية. المنطقة الشرقية، الدمام رياح نشطة وأتربة مثارة 42 إلى 24، الإحساء 47 إلى 34، وحفر الباطن 46 إلى 32 درجة مئوية. نختم جولتنا بالمنطقة الوسطى، العاصمة الرياض 44 إلى 31، بريدة 45 إلى 31، وحائل 42 إلى 28 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا للحد الآن، إلى اللقاء.